عن الآداب التي تعمق الروابط الأخوية بين الناس. وتحدثنا في الخطبة الماضية عن الابتسامة، التبسم في وجه الناس وأثره على القلوب. واليوم مع الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. أي إذا لم تجد ما تتصدق به على الناس، إذا ما لقيتيش تتصدق على الناس إلا بزاف، لما تتصدق بالمال تعطي لها لو تعطي لها شخص تعطي. ولكن إذا قلت كلمة طيبة فإن لها أثرا بليغا في النفوس، ولها أثرا كبيرا في القلب. يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلمة الطيبة تصعد مباشرة إلى الله، يرفعها الملك وترفع إلى ميزان حسناتك، وتلقاها غدا في ميزان حسناتك. والكلمة الطيبة ما هي الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي كل قول يدخل السرور على القلوب، ويدخل البهجة والفرحة على القلوب. وهذه هي اللغة والأسلوب اللي علمنا الإسلام تكلموا به. هو الإسلام قرآن وسنة علمنا نتكلموا بالكلام الطيب، وما علمناش نتكلموا بالكلام السيء، وما علمناش الإسلام السب والشتم أبدا. الله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس، كل الناس، ماشي جارك ولا الخوك ولا المسلم ولا اللي يسمع معك في الجامع، وقولوا للناس أي للعالمين وللبشرية وللإنسانية كلها، ماشي قولوا لي حسنا، أي قولوا كلاما جميلا طيبا راقيا. وقولوا للناس حسنا، هذا هو ديننا. هذه إذا كان شي واحد ما عندكش مع العداوة قول له كلام مزيان، واللي عندك مع العداوة واش تقول لي؟ اللي عندك مع العداوة عدو ديالك. الله سبحانه وتعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن. هذا ماشي تقول لي تقول لي كلام مزيان، قول لي الكلام اللي هو أزين وأفضل، يعني خلي الكلام الزوين وقول لي الكلام يزين منه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا العدو يولي صديق، يولي حبيب إلى بدي الكلام الأحسن والأسلوب الأجمل. وذلك أن الكلمة الطيبة تبني ولا تهدي. واللي ما عرفش يقول الكلام مزيان اش يقول؟ القرآن قال لنا: وقولوا للناس حسنا. وقال لنا لا شي واحد مع العداوة وقسم معاه قول له الكلام اللي هو أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا ما قلتش الكلام المزيان اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.